ذكر الله وحده في القرآن وحده. في مصر حين كنت أخطب بالقرآن وحده كان الناس تهيج. بعد القبض علينا ظهر بعض القرآنيين يخطبون بدون أحاديث فثار الناس عليه. لابد أن تذكر الأحاديث في الخطبة وإلا لا تكون خطبة شرعية. إذا قلت قال الله جل وعلا كذا 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 الناس يسمعون ساكتين. إذا قلت قال رسول الله قالوا صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل من ذكره دليلا على إيمان المؤمن. يعني إنما المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وحين يذكر الله سبحانه وتعالى بد أن تقول سبحانه وتعالى. لكن لا أحد يتذكر هذا. لكن إذا قيل قال رسول الله كلهم يهيجون. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى عبر عنه في سورة الزمر. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله. هذا يذكرنا بما جاء في سورة الإسراء الآية 45-46 يقول سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يعني مهما تقول وانت بتقرأ القرآن هم مش بيسمعوك، هم بيسمعوا الصوت. إذا كان واحد بيغني به الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الشيخ المنشاوي الشيخ فلان الطبلاوي مش عارف ايه يسمعوا الصوت بس ويهللوا، لكن القرآن نفسه مش بيسمعوا. وإذا حاولت أن تذكرهم بالقرآن الكريم أبدا مفيش فائدة، لأن بينهم وبين القرآن حجاب مستور. الشيطان حجب نور القرآن أن يصل إلى قلوبهم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. مستحيل هداية القرآن تصل له. لكن اللي بعد كده مهم جدا يقول لك سبحانه وتعالى يقول لك يقول لك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذا ذكرت ربك في القرآن وحده، كلمة وحده ديت رائعة. يعني معناه إذا ذكرت ربك وحده في القرآن وحده، إذن أنت ليس لك إلا ربك وحده وليس لك إلا القرآن وحده. من هنا هذا هو المؤمن. إذا ذكرت ربك وحده في القرآن وحده فروا وتركوك وانصرفوا وولوا على أدبارهم نفورا. أما إذا بقى ذكرت الشفاعة بتاعت محمد وإذا كذا وإذا كذا والشيخ فلان والبخاري وغيره والسيد البلوي إلى آخره والحسين إلى آخره هتلاقي ناس تهيج وتصرخ. سبحان الله. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في وجعلنا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بالقرآن وحده وبك وحدك لا شريك لك. سبحانك